تفاصيل عن زي ما قلنا ترشيح إعلان لواء عين الباشا كمدينة ثقافية عن إقليم الوسط. خلينا نشوف، لأنه رشا هلا موجودة بمركز جلعاد الثقافي ومعها أكيد الضيوف. فصباح الخير من جديد لرشا. نعم، صباح الخير ألكساندرا لك ولكل أحبائنا المتابعين. فعلا في محافظة البلقاء بعد قليل راح يتم إطلاق لواء عين الباشا مدينة للثقافة الأردنية لعام 2018، لحتى نحكي بشكل أكبر عن هذا المشروع ودوره في تنمية المجتمع وتنمية الثقافة وإظهار الإبداع لدى الشباب المتواجدين في هذا اللواء. بسعدنا أنه نرحب برئيس بلدية عين الباشا السيد جمال الفاعوري. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور يا ميت، مرحبا، أهلا بك يا مرحبا. يعني سيد جمال، اليوم أكيد في هذه المبادرة من وزارة الثقافة، خلينا نحكي بداية عن عين الباشا ولواء عين الباشا. بداية كل الشكر إلى التلفزيون الأردني وإلى برنامج يوم جديد وإلى الطاقم القائم على هذا البرنامج، كل الشكر لهم من بلدية عين الباشا ومن لواء عين الباشا. وبهذه المناسبة العزيزة حقيقة أن تفوز عين الباشا ولواء عين الباشا بمدينة الثقافة في عام 2018 بعد منافسة شديدة في إقليم الوسط. فزنا من فضل الله تعالى وبفضل جهود كبيرة من أبناء هذا اللواء ومثقفيه وجميع أبنائه. لا يعني يسعدني ويشرفني أن أرفع في هذا المقام إلى مولاي صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم، أطال الله في عمره ومتعه بموفور الصحة والعافية، أن نرفع له أسمى آيات التهنئة بفوز مدينة عين الباشا باسمي وباسم أبناء لواء عين الباشا، فوز هذا اللواء بمدينة الثقافة لعام 2018. وكذلك بمناسبة الأعياد الوطنية عيد الأم، نبارك إلى مولاي وإلى جلالة الملكة، وكذلك في ذكرى معركة الكرامة، هذه المعركة التي سطر فيها الجيش العربي أسمى آيات التضحية دفاعا عن الوطن وعن مواطنينا. فإلى مولاي كل التحية والفخر من أبناء لواء عين الباشا. نأتي إلى موضوع الثقافة وفوز مدينة عين الباشا في مدينة الثقافة ولواء الثقافة لعام 2018. لواء عين الباشا يتبع محافظة البلقاء وهو ملاصق إلى العاصمة عمان تقريبا بحدود حوالي 15 كيلو متر. مساحة هذا اللواء حوالي 90 كيلو متر. يوجد في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في قلب اللواء، وتقريبا عدد السكان في لواء عين الباشا بحدود ربع مليون نسمة، منهم حوالي 80,000 نسمة مخيم البقعة، ويبقى 170,000 نسمة اللي هم أبناء مدينة عين الباشا. مدينة بلدية عين الباشا الجديدة تبدأ من عين الباشا المركز، ومن ثم منطقة صافوط ومنطقة أبو نصير وأبو حامد وموبص وسلحوب وأم زعرورة وجعيدية والرمان وأم الدنانير والسليحي وأم نجاصة وأبو الرتم، هذه المناطق وأم سنديان، هذه المناطق اللي تتبع لها بلدية عين الباشا. يعني كل اللواء يتبع البلدية. طيب عطوفتك، يعني أنا سؤالي الآن، يعني إحنا بنعرف أنه عين الباشا بتميز بأجواءه الطبيعية الجميلة والخضرة، قديش بيساهم إطلاق لواء عين الباشا كمدينة للثقافة الأردنية في ترويج السياحة؟ أنت تعرفي إحنا الآن يعني نسينا نشكر صاحب الدعوة مركز جلعد الثقافي ومسرح زرياب بالذات، يعني هذا الموقع الجميل اللي في أحضان الطبيعة كيف لا، وهو في الغابة الإسكندنافية، هذه الغابة التي لها معزة خاصة في قلب سيد البلاد وجلالة الملك. هذه المنطقة منطقة جاذبة للسكان حقيقة. تتعرفي بلدية عين الباشا يتوسطها شارعين، شارع جرش وشارع الأردن، وشارع الأردن صيفا وشتاء يعني يتميز بسياحة التأمل، يعني عادة كثير من السياح يأتوا إلى الشارع ويتأملوا الطبيعة الجميلة الخلابة في منطقة عين الباشا. وإحنا طبيعة منطقتنا جبلية
وسهلية، يعني تصلح معظم المنطقة صالحة للزراعة ومليئة بالأشجار الحرجية. هذا وكذلك عندنا سد الملك طلال، سد الملك طلال جزء، ومرتفعات الرمان اللي الآن يعني هذا جزء من تراثنا، واللي كان سباقات سيد البلاد جلالة المغفور له الملك حسين كان يجري سباقات الرمان، مرتفعات الرمان. كمان في عندنا احنا تعرفي ان الان الثقافة اصبح هناك فكر ظلامي يغزو العالم الاسلامي ويشوه حقيقة صورة ديننا الحنيف. الان احنا في دورنا في ان تفوز مدينة عين الباشا الثقافة، سيكون هناك ندوات متخصصة من اجل توعية شبابنا بمخاطر هذا الفكر المتطرف، وانه ديننا دين محبة، دين تسامح، والاسلام ساد العالم بتسامحه وبمحبته. كذلك اشكرك عطوفتك. نعم، نقطه في ان الوحده الاعلاميه العربيه هذه بمبادره من سيد هيثم يوسف في تل الرمان، هذه الوحده الاعلاميه سيكون فيها 10 دولمات بالتعاون ما بين بلديه عين الباشا، وزاره الثقافه، وزاره البيئه، ووزاره الزراعه، خصصوا لنا 10 دولمات حتى تكون هذه مركز لعرض كرفانات نعمل فيها مطاعم لمساعدة أبناء تل الرمان لتسويق منتوجاتهم، وكذلك تكون في عندنا في الغابة يعني قاعة ثقافية للثقافة وممارسة الثقافة. من كل التوفيق عطوفتك، كل التوفيق. اسمح لي الآن أنه أنتقل إلى الشاعر محمد سلام. صباح الخير محمد. صباح النور وأهلا وسهلا. نعم، إحنا حابين يعني نسمع منك في هذا الصباح اليوم، بدنا كلمات رائعة منك عن لواء عين الباشا. شكرا. هي احتفالية يحتفل بها هذا اللواء تعبيرا عن طبيعة اللحمة الوطنية التي تجمع أبناء هذا اللواء على كل محبة وتعاون وتنمية فعالة تقودها بلدية عين الباشا. فأهلا وسهلا. مشاركتي في هذا اليوم ستكون قصيدة وطنية، أقول بعض أبيات منها. أهلا وسهلا بمن حلوا روابيها ولتسلم الدار يا ربعي وبانيها، من وحيكم نهر هذا الشعر يحملني كي ينسج المجد من عز أمانيها، لولاكم ما زهت خيل بفارسها، كلا ولا هاب مغوارا أعاديها، فإنما العين والباشا إذا اجتمع تخلدت عبقريات المنى فيها، وشف عن سرها السحري منتجع من الفنون تجلت في تساميها، وروضة الفن في مخيال مبدعها تختال فوق الثريا من لآليها، كأن فيض السنا في كل رابية بحر ومن موجه شعت مآقيها، ولم أكد أجتلي من حسنها صورا حتى تردد في سمعي مناديها، أنتم صلاة من الأردن قبلته وعطر تسبيحة جلت معانيها. شكرا لك، تسلم هذه الكلمات. بدي أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا الأستاذ محمد سلام. عطوفتك جمال الفاعوري، يعني إحنا بدنا منك كمان الدعم للمجتمع المحلي في تسيير كل الأمور حتى يبدع الشباب في الثقافة في لواء عين الباشا. شكرا لك، وأكيد دعاء إحنا مستمرين معاكم من لواء عين الباشا. أيضا رح نلتقي بعد قليل مع مديرة ثقافة عين الباشا ساجدة أوريكات لحتى نعرف أكثر عن هذا المشروع والفوائد ومردوده على هذا اللواء. شكرا للزميلة رشا عصفور، وطبعا تحية للواء الباشا لفوزها للعام 2018 كمدينة للثقافة عن لواء الوسط، ورح نكمل باقي فقراتنا معكم مشاهدينا.